السلام عليكم ورحمة الله متابعينا في قناة متع ذهنك. مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. هل سألت نفسك ذات مرة عن كيفية صنع هذه الجوائز التي نراها على التلفاز وفي المقاطع المصورة؟ هل يمكنك أن تتكهن بتكلفة جائزة الأوسكار أو درع يوتيوب؟ شاهد هذا المقطع وسوف تعرف ذلك. لكن قبل أن نبدأ أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي تبقوا على تواصل مع كل ما هو جديد من قناة متع ذهنك. كم تبلغ تكلفة جائزة الأوسكار؟ إن جائزة الأوسكار أو جائزة الأكاديمية هي جائزة يتم منحها سنوياً بواسطة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وذلك اعترافاً بالامتياز لمحترفي صناعة السينما بما في ذلك المخرجين والممثلين والممثلات. تعد الجائزة هي أكبر الجوائز في مجال السينما. تقدم هذه الجائزة منذ عام 1929. أما عن الجائزة الحالية فيبلغ ارتفاعها 34 سنتيمتر ووزنها 3.8 كيلوغرام، وهي مصنوعة من النحاس الصلب المجلفن بالذهب عيار 24 قيراط. أما عن الطريقة التي يتم صناعة هذا التمثال من خلالها فهي كالتالي: يتم غمر النموذج الشمعي في عجين من السيراميك حتى يصبح مكونا من 10 طبقات، وبمجرد أن تتصلب القشرة يتم وضعه بالفرن على درجة حرارة 1600 فهرنهايت. يجب أن يكون النحاس جاهزا على درجة حرارة 1860 فهرنهايت، ثم يسكب في وعاء السيراميك الساخن ويترك ليبرد خلال المساء. في الصباح التالي تنفصل قطع النحاس عن قشرة السيراميك. لاحقا يتم تلميع القطع النحاسية بهذه الطريقة حتى تصبح براقة، ثم تجلفن بطبقة دائمة من الذهب عيار 24 قيراط. بهذا الشكل نحصل على إحدى الجوائز الأكثر أهمية في العالم. إذا كنت تتساءل عن تكلفة هذا التمثال فهي كالتالي: نظرا لأنه ليس مصنوعا من الذهب الخالص وإنما هو مطلي بالذهب فحسب، فإن تكلفته ليست كبيرة وتبلغ 629 دولار فقط. من المؤكد أن القيمة الحقيقية للأمر لا تكمن في التمثال وإنما في أهميته والجانب المعنوي الذي يمثله التمثال. إذا كان مصنوعا من الذهب الخالص كانت قيمته لتصبح أعلى كثيرا طبقا لديليون كيغ ماتلز، وهي الشركة الأكبر لتجارة المعادن الثمينة حول العالم. وكان ثمن تمثال أوسكار واحد ليبلغ 439,308 دولار، هذا أخذا في اعتبار أن قيمة الذهب حاليا تبلغ 1335 دولار للوقية الواحدة. ولكن هل يمكن بيع جائزة الأوسكار؟ منذ 1950 لم تعد الأكاديمية تسمح للفائزين بالاحتفاظ بالجائزة إلا إذا تم توقيع اتفاق ينص على أن الفائز لا يمكن بيع الجائزة إلا لدى اللجوء للأكاديمية أولا، وذلك من أجل بيعها مقابل دولار واحد. وبهذه الطريقة إذا أراد أحد الفائزين بيع التمثال طبقا للقانون فعليه عرضه أولا على الأكاديمية مقابل دولار واحد، ومن المؤكد أنها ستقوم بشرائه، وبالتالي فليس من الممكن بيع الجائزة. حاليا أصبحت هذه الدروع معروفة للغاية، من المؤكد أنك قد رأيتها في العديد من الصور والمقاطع المصورة، وهذا لأنه منذ انطلاق عالم الإنترنت أصبحت هذه الدروع في شهرة مستمرة. لقد تم عرض العديد من المقاطع في محاولة لمعرفة كيفية صنعها أو التعرف على محتواها. اليوم سوف نحلل هذا المقطع الذي نشرته قناة واتس إنسايد. في يومنا هذا لازلنا لا نعرف كيفية إنتاج وإعداد هذه الدروع. بفضل هذا المقطع سوف نستطيع التعرف على كيفية صنعها. هذه الدروع غير مصنوعة من الفضة أو الذهب وإنما تصنع من مادة صلبة للغاية، وفي النسخ الجديدة منها يضاف إليها قطعة تشبه المرآة في الجزء العلوي منها. يتم العمل على كل الدروع دفعة واحدة ثم تمر كلها بعملية الشنخصة، وهنا يتم إضافة اسم من يذهب إليه الدرع حيث يتم طباعة حروف اسمه على الدرع في عملية من عدة خطوات. بمجرد انتهاء الأمر يتم تلميع الدرع وتنظيفه يدويا ثم تغليفه وإرساله إلى منشئي المحتوى حول العالم. دون شك إنه لمن المثير للاهتمام أن نتعرف على كيفية صناعة هذه الدروع. على عكس جوائز الأوسكار يمكن بيع هذه الجوائز ألا أن لها قيمة معنوية كبيرة، ولكن يعتمد هذا على قرار منشئي المحتوى.
ليس لدى يوتيوب أي قاعدة بشأن التعامل مع تلك الجائزة، وعلى الرغم من أن الأمر ليس شائعا، ولكن يمكنك أن تجد بعض العروض على الإنترنت لبيعها. يفعل كل شخص ما يريده بأشيائه، أليس كذلك؟ هذا كل شيء لليوم. اترك تعليقا وقم بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك معنا في القناة. نلقاكم بفيديو جديد من قناة متع ذهنك. شكرا على المشاهدة.